كان لابد لنا من وقفة تحت ظلال الأشجار في وادي المحاجر المحيقر مع النغم بالطبع والكلمة المنظومة، ومعي هنا الشاعر طه الصوفي، طه علي الصوفي، والفنان أيضا الموهوب داود محمود. طيب نبدأ البداية من عند داود، ما رأيك لو نسمع حاجة قبل ما نبدأ نتكلم، قبل ما ننتقل إلى الشعر؟ إيش بتسمعنا هنا؟ سمعك قصيدة طبعا للشاعر عبد الرقيب عبد القادر القريضي من الحان وعزيز طبعا. جميل. سنين عمري جنت من روض وهمك أسى، والقلب منك كاس تقديمك سموم سموم احتسى. يا ليتني ما أطعت حين دعاني هواك، يا ليتني ما أطعت حين دعاني هواك، ولا تمنيت في أيام عمري لقاك. اليوم من بعد ما ولا شبابي وغاب، واليوم من بعد ما ولا شبابي وغاب، أديتني ترتقي وصلي وهذا عقاب، وصلي هذا عقاب، وصلي هذا عقاب. جميل يا داود، جميل. يعني كان يعني سنين عمري قنت من وهم من روض وهمك أسى، يعني شكلك مجروح يا داود. طيب ننتقل للشاعر طه الصوفي. يعني لو تعطينا، لو نسمع منك قصيدة الآن في هذا الجو الجميل حقيقة، بعد الحمل اللي شفناه اليوم، تلطف الجلسة هذه. يكفي شوال يا ذا القلب تمهل، ورشف قبل تحت الرموش تظلل، إلى زحل خلف الثريا شرحل، شوصل إليك لا بد لي ما أوصل. يا سلام. شفتي المقل وطرفها المكحل، يا ذا الغزال فيك القلب تغزل، من غير زعل يا ذا الغزل لا تزعل، مشتش بدل غير الحبيب الأول. الله الله الله، أبدا ما يعني نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، هو الحب إلا الحبيب الأول أكيد. تقول يا ذي الغمام شاحملك رسالة، إلى حبيب قلبي فعلي جمالة، قولي له قلبي عليه بحالة، تصعب على الكافر إذ هو رآلة. الله. إذا سئل وقال ماذا جرالة، بالأخبريه وأجيبي سؤاله، قولي له إن الدموع سالة على الخدود وتنتظر وصالة، شوقي إليه يوصل بلا محالة، مع البريد ولا مع الطبالة، قلبي يدق فهدئ انفعالة، فلا يهدى إلا وانت قبالة، قلبي يهيم قد قطعت حبالة، وخاف يسقط ارحمي لحالة، ثم الصلاة على النبي وآله محمد الهادي مبلغا رسالة. يا سلام، هذه كانت أول رسالة، أول قصيدة، قصيدة يعني. قلتها أول قصيدة وأول رسالة كان عبر البريد مع الطبال، لكن لحقت في الآن واتس وفيسبوك. أيوة وإيميل. متى كانت بالضبط؟ يعني كانت في 85. خلصت 85. طيب داود، إيش بتسمعنا؟ الصبح قلبي الولوع، اسكيني من وانو قيم الصبح قلبي الولوع، أبقت راحة ولا قفت بعين الدموع، اللي على الصبر ميت ليل وانسى الآلام، من اللي على الصبر ميت ليل وانسى الآلام،
ترد روحي دقيقة من عذاب الظلام. الصبر إن طال لا بد ما يكون يحود. صحيح، الصبر مهما طال لا بد له حدود. أيوة. طيب نرجع لطه. طه، ايش اخبارك انت مع الشعر الغنائي؟ في لك محاولات ولا شيء؟ والله ما فيش. نخلي ممكن يعني مع بعض نجلس يعني ممكن يعني. بس انا اكثر القصائد كانت قصائد مقفة يعني. طيب حلو، يعني انت تكتب بالعاميه وتكتب بالعاميه واكتب بالفصيح. طيب نسمع قصيده مقفة، ليش لا؟ من انت لولا حبي ولولاي انا ما كنت شيئا في الوجود مدونا، خلدت اسمك من خلال قصائدي وجعلتك للعشاق خبرا معلنا، ولكم سهرت الليل لحسنك واصفا وبنيت من الأشعار لك مسكنا، واليوم أراك تخطرين تكبرا كأنك تناسيت ما قد كان بيننا، أتيت إلى قومك أطلب ودهم وكل أمل بأن يلموا شملنا، ضحك كبير القوم مني ساخرا قال ومن أنت لتخطب بنتنا، فقلت له يا عم إني جاركم وداركم الشامخ بجانب بيتنا، قال وقد بانت عليه شراسة اخرس فما أنت من أهل الغنى، فعدت إلى كوخي ألمم جراحتي فرأيت أن الكوخ يشاركني العين. الله الله، مالك مال يا رجال مالك؟ هي مالك يعني مصيبة. أيوة. طيب هذه قصيدة قديمة. أيوة أيوة حلو، أيام المعاناة. لا لا. طيب مالك نسمع كمان القصيدة الوطنية اللي سمعتها هي أول. انتظرتك حتى ملني الانتظار وعنك سألت الفيافي سألت القفار، فيا قلب صبرا فأروى هنا ستشرق يوما كشمس النهار، نعم قد خيم عليها الظلام بإمام غبي وغاز حمار، فثرنا على الظلم هنا وهناك سجلنا للغازي أخزى البحار، هي أمي في قلبي حبا لها ولمن يعاديها جحيما ونار، ولمن يعاديها جحيما ونار بإذن الله. ونختم هذا اللقاء الجميل حقيقة، خاصة في هذا المكان الأجمل كمان، مع أغنية لداود وأغنية تختارها أنت سواء لأي فنان أو لك أنت إذا في إمكانية من أغانيك. رجالي حولك كم دعكت سقي ورد الربيع ملو سواك يدني، رجالي حولك كم دعكت سقي ورد الربيع ملو سواك يدني، بالزرع أخضر والجهش بلحقان والجهش بلحقان، الزرع أخضر والجهش بلحقان والجهش بلحقان.